إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام. في الموت عظة وعبرة، لأن كل واحد منا لا يدري متى تحين هذه اللحظة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وعلى كل واحد منا أن يعد العدة لذلك السفر الطويل، فإننا لا ندري متى يحين. وهذا ولدكم وأخوكم بلج بن عبد الله بن عامر العيسري قبضه الله سبحانه وتعالى إليه، فمن كان له حق فحقه محفوظ ليبلغنا بأي حق يطالبه به. والذي نرجوه منكم فيما عدا ما يمكن أن يدفع أن تعفو عنه وتصفحوا. فالله سبحانه وتعالى يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ونوا بصفحكم وبعفوكم أنكم تتقربون إلى الله سبحانه وتعالى حتى ييسر لكم من يعفو عنكم ويصفح في اللحظة التي يحين فيها الأجل المحتوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا والصالحين بواسع رحمته. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأسكنهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. بارك الله.